زميلتي انجل. اهلا انجل. ازيك يا حسين؟ النهارده انجل عندنا موضوع كبير جدا وحيوي جدا هنتناقش فيه، هو موضوع ساخن نفس كل الحلقات اللي احنا بنتناقش فيها. عندنا النهارده موضوع الاغراق التجاري. الاغراق التجاري كتير من الناس ما يعرفش المصطلح بالظبط يعني ايه الاغراق التجاري. هنختصره بشكل بسيط جدا. الاغراق التجاري يعني في دوله تقوم بدعم منتجها وتصدره للخارج وتقلل سعر المنتج هناك وتنزله في السوق في اي اسواق. اي دوله تقوم بارسال المنتج او تصدير المنتج لاي دوله، هذا المنتج بينافس المنتجات في اي دوله اخرى، فمما يعني بيسبب كارثه كبيره جدا للمنتجات الوطنيه في اي دوله يتم تصديرها. ويمكن المصطلح هيشرحه بشكل افضل زميلتي انجل. كما ذكر زميلي حسين كمال ان الاغراق التجاري بيؤثر بشكل كبير على اقتصاد مصر من الجانب الصناعي. يتسبب الاغراق في الاضرار بالصناعه المحليه، خاصه في حاله وجود منتج مماثل للمنتج المغرق، نظرا للجوء المستوردين لاستيراد المنتج الذي يتم بيعه باسعار منخفضه عن اسعار بيعه في دوله المنشا، مما يضر بالمنتج المحلي. اعزائي المشاهدين، هيكون معانا اليوم الخبير الاقتصادي وعضو اتحاد الغرف الصناعيه الدكتور علي ثابت للحديث عن ظاهره الاغراق التجاري. انتظرونا بعد الفاصل. صنع في الصين، صنع في تايوان، صنع في تركيا، وهلم جرة. فأين ذهبت علامة صنع في مصر؟ فيما يبدو أن ظاهرة إغراق المنتجات الأجنبية قد قضت تماما على المنتجات المصرية، رغم المساندات الحكومية التي تقدمها الجهات المعنية للمصانع وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ولكن هل تستطيع منتجاتنا الوطنية منافسة طوفان المنتجات الأجنبية؟ فها هو الحديد التركي ينافس المصري، وها هي الملابس الأوروبية تزاحم الملابس المصرية بمصانعها التي أغلق الكثير منها بسبب الركود الذي طال بضاعتهم، وها هي المواد الغذائية الأجنبية التي تزاحم منتجاتنا المصرية على أرفف الجمعيات ومراكز التسوق، على الرغم من الجهود التي يقوم بها القطاع الخاص من أجل مواكبة المنافسة والتي يعج بها سوقا استهلاكيا ضخما كالسوق المصرية. فهل ينجح القطاع الخاص؟ الكلام عن الإغراق التجاري يطول طالما أن المنتج المحلي غير مطابق للمواصفات والسعر أيضا. فمن السبب في لجوء المستهلك إلى المنتج الأجنبي؟ ضعف المنتج المصري أم رخص أسعار المنتجات الأجنبية؟ أعزائي المشاهدين، رجعنا ليكم مرة تانية. بنتكلم في حلقتنا اليوم عن ظاهرة الإغراق التجاري. معانا ضيفنا اليوم عضو اتحاد الصناعات المصرية السابق دكتور علي ثابت. أهلا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك. احنا اليوم بنتكلم عن ظاهرة الإغراق التجاري. خلينا نفتح بداية الموضوع دكتور، تقييمك للمنتج الوطني، وهل المنتج الوطني قادر على منافسة المنتج الأجنبي الموجود في السوق المصرية؟ هو المنتج المصري قادر على المنافسه بدليل انه بيصدر لمعظم دول العالم. النهارده مش تروح اي دوله من دول العالم، في دول الاتحاد الاوروبي اللي بنعتبرها بتطلب اعلى مواصفات، او ايفن حتى في الولايات المتحده الامريكيه، مش هتلاقي منتجات المصريه في معظم القطاعات. الصادرات المصريه طالما موجوده في السوق الامريكي، موجوده في السوق الاوروبي، حتى موجوده في السوق الصيني. احنا مصر حتى بالتحديد في مجال الحصيلات الزراعيه كانت معظم صادراتنا في البرتقال الفتره الاخيره كانت موجهه للصين، وكانت بتاخد اعلى مستوى، وكانت افضل اسعار بتباع هو البرتقال المصري موجود هناك. ده اكبر دليل المنتج المصري قادر على المنافسه في معظم القطاعات، سواء يعني في الاتحاد الاوروبي موجود بصوره قويه، موجود في الولايات المتحده الامريكيه، موجود في الصين اللي احنا بنعتبرها اكبر دولة بتصدر لمعظم دول العالم. نعم. بس في منتجات مش حلوة. في منتجات في ناس بتنافسنا، وفي بعض المنتجات كده ممكن نذكرها. أنا متفق مع حضرتك تماما. بص حضرتك، ما فيش دولة في العالم هتقدر تتميز في كل شيء. تمام. احنا عندنا منتجات محتاجة تبقى جودتها أفضل من الوقت الحالي بكتير. تمام. احنا المنتج المصري هو بس في منتج مصري قوي.
لكن في الفينش، موضوع الفينش، لا البرودكت جاي من دوله اكس معينه كواليتي اقل جد مننا بكتير جدا، لكن الفينش والشكل العرض بتاعه بيدي ايحاء للمستهلك ان ده افضل منتج المصري، مع ان بالعكس المنتج المصري جوده اعلى بكتير جدا جدا. واللي بياخدنا ده في الطريق تاني ان احنا محتاجين حاجه دايما اتكلم عنها اكتر من مره، الثقافه السلعيه. احنا زمان كنا بنشتري سلعه، نشتري مثلا قماش نوعيه معينه ودور على بعد كده الماركات او الاسماء والمسميات. احنا وقت بنشتري منتج، يعني فرق كبير جدا من السلعه والمنتج. ده اللبس اللي حصل لناس كتير. هما كان زمان في مصر بصفه عامه الست المصريه عفوا كانت اشطر مننا بكتير جدا. هتروح تشيل القماش تبص على الخامه بتاعته، الكواليتي بتاعت الخامه اخبارها ايه. دلوقتي احنا بص على الشكل العام، فينش بتاعه شكله كويس، بتقول لا ده منتج كويس هاته. بس في اختلاف في الخامه نفسها، او في اختلاف في هي الخامه او شكل المنتج بالظبط. دي المواصفات سلعه، انا اقول السلعه الفلانيه المج ده مواصفاته الصحيه 1 2 3 4، يبقى لما اروح اشتري ابص على المواصفه. طالما بصيت على المواصفه بتاعتي هقدر اشتري منتج بكواليتي عاليه بجوده عاليه، وده هتدي ميزه للمنتج المصري. معظم منتجات للاسف اللي غزو السوق المصري منتجات رخيصه، بيلعب على السعر، هو بيشوف الحاجه المصريه سعرها اكس بيروح عامل لها ماينس منزلها في السوق المصري تاني، وفي الاخر هو منتج الناس هات الحاجه الفلانيه ب 10 جنيه، لا طب في منتج سينيا او اكس مكان اخر ب 7 جنيه، خلاص اخد المنتج ب 7 جنيه رغم الكواليتي 10 افضل بكتير جدا جدا. ما هي فكره ان احنا نلفت انتباه المواطن المصري ازاي اخترع السلعه صح، ازاي يبص على الكواليتي بتاعت المنتج بتاعه. يعني هي ثقافه المواطن بالظبط، ثقافه وده دور. ولكن المنتج عفوا دكتور، لو ولكن المنتج نفسه هل هو قادر على المنافسه؟ يعني هنا جاله منتج سعره رخيص في المقابل المنتج الوطني، اذا حضرتك ايدتني في الكلام ممكن يكون جوده عاليه ولكن السعر مش رخيص. هنا الفرق. انا مع حضرتك تمام. هو بص في ظل المنافسه، ما هو السوق كده، انا منتج بتاعي مصري كواليتي عاليه سعره غالي شويه، منتج المستورد سعره اقل، يبقى انا كمنتج مصري ازاي ابحث ازاي اقلل تكلفه الانتاج اللي عندي، ازاي اقلل بحيث اقدم منتج للمواطن او للمستهلك بسعر مقارب على الاقل سعر البديل المستورد. هل يقدر يا دكتور، هل يقدر المصنع او التاجر يقدر ينافس منتج ويقلل السعر؟ أقول لحضرتك هناك أشياء كثيرة أنا مع حضرتك تعاقل هذا الأمر يا دكتور. أنا متفق مع حضرتك تماما، وده يمكن الفترة الأخيرة اللي بدأت تظهر في المبادرات بتاعة البنك المركزي، اللي قد يعني هو لو خدنا قطاع الصناعة على سبيل المثال، تكاليف التشغيل عندنا عالية، تكاليف الاقتراض عندنا عالية، وبالتالي لما نزل المبادرة الجديدة بتاعة البنك المركزي في 2016 قال لك لا المنتج المصري بعد إذنك حضرتك عندك مصنع، تعال خد القرض اللي أنت محتاجه لماكينات أو رأس مال عامل ب 5% متناقصة. ما ده دعم للمنتج المصري في الاخر. نعم. بالتالي هيبقى قادر على المنافسه، هو كان بينافس منتج الفائده في بلاده اقل من الفائده في مصر. لا النهارده انا قدمت لك تسهيل تاني، اتفضل ادي منتج لغايه ادي القرض اللي حضرتك مشتغل محتاج في كمصاريف تشغيل او كخامات. نعم. او الى اخره، مقارب لسعر الاقراض في البلاد الاجنبيه، وبالتالي هو اداله ميزه تنافسيه ان يقدر يقلل التكلفه عنده، يقدر يقلل السعر، يقدر ينافس في المنتج المستورد. الحاجة الثانية برضو اللي شافها فرصة كويسة جدا جدا للمنتج المصري، وان كان فيها دروباك من الناحية الثانية، هي ارتفاع قيمة الدولار قصاد الجنيه، ما خلت المنتج المستورد سعره غالي النهاردة. انا فاداني فرصة ان انا ابيع منتج مصري بسعر كويس بكواليتي كويسة، واقدر نفس المنتج المستورد اللي جالي من بره بسعر رخيص. النهاردة في منتجات مصرية كتير جدا جدا ما كانتش واخدة حقها في السوق المصري، بعد ارتفاع سعر الدولار، سعر صرف الدولار قصاد الجنيه، اصبحت هي رقم واحد النهارده في مصر. عايز اقول لحضرتك في مجال انا يمكن ملامسه الفتره الاخيره، مجال الصناعات الطبيه، في المصانع المصريه في احد القطاعات مش قادره تكفي الانتاج الطلب عليه في السوق المصري. نعم. كان الاول بيشتغل ورديه ورديتين بالعافيه وبقى واقف، النهارده مش قادر يغطي السوق المصري نتيجه ان سعر المنتج بتاعه اصبح افضل من سعر المنتج المستورد من الصين. نعم. بالتحديد كمان من الصين. نعم. طيب خليني اسالك، ايه هو المطلوب من بعض الصناعات المحليه لتجويد منتجاتها عشان تقدر او تكون قادره لمنافسه المنتجات الخارجيه؟ بص حضرتك، حرفيه في التعامل مع المنتجات. انا النهارده حضرتك في منتج قدامي ليه مواصفات معينه، او يعني مواصفات حاجه اساسيه، لكن في نفس الوقت لازم اقلل مصاريف تشغيله. احنا تكاليف التشغيل محدش بيحسب لها كتير، هو معظم الناس بتحسب قصه شريط خامات بكام هباعها بكام، الموضوع مش كده خالص. يبقى اول حاجه تكاليف التشغيل بالظبط. طبعا تمام، كمل حضرتك. تكاليف التشغيل الحاجه الثانيه برضو، هو لما بيعمل منظومه كواليتي منظومه جوده متكامله بتقلل له برضو تكاليف سعر المنتج النهائي. ما احنا محتاجين نصرف على المنتج بتاعنا كويس. الحاجه الثانيه
انا اشوف المنتج البديل ده، هو المنتج البديل اللي دخل عندي مصر ده وبسعره اقل من عندي، هو صنعه ازاي؟ اكيد في تكنولوجيا معينه استخدمها قللت تكاليف الانتاج. يبقى لو المصنع بتاعي شغال بطريقه تقليديه محتاج مكان حديث او تكنولوجي احدث بحيث تقدم لي منتج افضل بتكليف اقل، الجا اليه. الطاقه الانتاجيه بتاعت ماكينات معينه، لو حد النهارده عنده مصنع معين الطاقه الانتاجيه بتاعته بينتج 10000 وحده، سيب الوحده بتكلف مثلا 1 جنيه 1 جنيه، لو جاب مكنه ثانيه بتطلع له 20000 وحده هالتكلفه هتقل 50%. فانا برضو نعم. هو المستثمر المصري او رجل الصناعه المصري عليه ان يبحث بنفسه عن التكنولوجيا الحديثه، عن يعني ازاي قلل تكلفه التشغيل بتاعته، ازاي قلل سعر المنتج بتاعه، ان هو التحدي بتاعه هو اللي ادرى بالمنتج بتاعه نعم. وادرى بالمنافسين. الحاجه الثانيه محتاج يدرس صح كويس يعني ما ينفعش انزل منتج لما اكون عارف المنافسين وعارف اسعارهم، واشوف مش عيب اشوف المنتج اللي جاي من الصين او جاي من اوروبا هو سعره اقل مني ليه؟ اميز نفسي بالظبط، اشوف المنتج البديل ده فيه ايه او ايه الاختراع الجديد اللي فيه وانا اعمل او اجود الافضل، والافضل كده هيكون في اقبال على منتجاتي، واقدم حاجه تاني بالاضافه، اقدم ميزه تنافسيه. ما مش كل حاجه السعر، ما لو باخد منتج ما فيهوش خدمه ما بعد البيع وسعره رخيص ما انا مش عاوز استفاد بيه. صح. لكن انا لما اقدم خدمه، انا لو عندي منتج مصري في اجهزه الكترونيه مثلا وبقدم المنتج ده منتج مصري، المصنع بتاعه موجود في مصر، في خدمه ما بعد البيع، خدمه كويسه وحقيقيه وبتخدم فعلا المنتج ده، اكيد انا هشتريه حتى لو منتج تاني اقل، لسبب في ضمان موجود عليه ينفع ارجع له. عفوا، ابسط حاجه الموبايل بتاعتنا كلنا، اي حد بينزل يشتري موبايل فيني بيسال ايه عليه ضمان ولا لا، يقول لك لا اصل ده جاي من بره، طب انا اخده ليه؟ ما هو رخيص فعلا، بس لما في حصل فيه مشكله عفوا اكسكلودد على جنب، لكن لو عندي منتج عليه ضمان مصري اكيد هشتريه. نعم. فهي برضو هي الفكره، هو المنتج المصري هو اللي عليه دور كبير جدا في وضع المنتج بتاعه مكان المنتج المستورد. الدوله محتاجه تساعده، لازم تساعده، يعني مش دور المصنع. تساعده ازاي؟ اولا في حاجات تعقيدات بيروقراطيه بتعلي التكاليف على المنتج، محتاجه تفاداها. في بعض القوانين اللي بتزود التكاليف على المنتج المصري برضه محتاج الغيها. لا مش عيب نراجع كل حاجه، احنا مش كل حاجه ما في مصر ماشيه غلط ولا كلها ماشيه صح، في صح. حاجات امتيازات كويسه نحافظ عليها، في حاجات خطا نصلحها. الحاجه الثانيه زي ما قلنا في بدايه الكلام، لما انا عجبتني جدا جدا فكره الموضوع 5% المبادره، من افضل الحاجات اللي قدمت للصناعه المصريه. يمكن الصناعه استفادت منها متاخر شويه، نتيجه كان في عدم تنسيق بين القطاع الصناعي والتعقيدات اللي فيه وبين قطاع البنوك، اتحلت. كان من ضمن شروط المبادره ان المصنع لازم يكون فيه رخصه تشغيل. كان في نتيجه مشاكل قبل القانون الترخيصي الجديد ما يصدر، ان معظم المصانع في مصر ما كانش فيها ترخيص نهائيا. لما بدا المبادره تتنفذ فوجئوا ان ما فيش حد من المصانع بياخد قروض الا عدد محدود جدا. نعم. نتيجه الترخيص صدر قانون الترخيص الجديد، سهل كتير جدا 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 على معظم المصانع انها تبدا تستفاد من المبادره، لان معظم الصناعات غير ملوثه البيئه كلها بالكامل اصبحت بالاختار. حلو ده. ما ده توفير وقت ومجهود. لما اصحاب المصنع النهارده كان يقعد سنتين ثلاثه علشان ياخد رخصه، النهارده بياخدها بالاختار من قبل ما يبدا الانتاج. انا ركبت المكن بتاعي، مصنع جاهز للتشغيل، ببعت اختار للتنميه الصناعيه، انا همتج بعد شهر بعد اتنين بعد تلاته وهتبقى التاريخ اللي بيحدده، خلال 30 يوم لازم يرد عليه، ما ردوش عليه اصبح معاه رخصه. الكلام ده ما كانش حد يحلم بيه. عفوا، السنه اللي فاتت ما كانش حد يتخيل ان ده يحصل موجود في مصر، ان احنا ناخد رخصه بالاختار في مصر في قطاع صناعي. واقول لك حلم ليه؟ انا كنت شاهد عيان على مجموعة مدن صناعية في إحدى المحافظات قعدت لمدة 7 سنين كاملين، كان فيهم 13 مصنع بس المرخصين. 13 مصنع بس من بين مئات المصانع. وده طبعا أثر بشكل كبير على اقتصاد مصر وصندوق الدولة. بالظبط. لما جات النهاردة قانون الترخيص الجديد وأصبح الترخيص بالإختار وأصبح فيه تيسيرات ما كانش حد يتخيلها، الوضع اتغير تماما. عشرات المصانع المغلقة نتيجة عدم وجود رخصة اتفتحت، عشرات آلاف فرص العمل بدأت تتوفر في قرار واحد بس، تيسير تراخيص. نعم. الفكرة المنتج المصري هو الفترة الأخيرة اتعرض لضغوط كتيرة من أكتر من ناحية. يمكن السنة اللي فاتت والسنة دي بدأ فعلا يشوف امتيازات كتيرة، بدأت الوضع يتغير. نعم. زميلي حسين عنده سؤال عايز يسأله. يعني أنا لمس الكلام اللي حضرتك بتقوله، وإن في توجهات كتيرة من الدولة لمساندة القطاع الصناعي، ولكن عندي سؤال محيرني شوية. مع حضرتك. لماذا يترك المستهلك المنتج الوطني ويذهب للأجنبي؟ لازم يكون هناك بعض النقاط يجب الحديث فيها
ووضع الحلول امام الدوله امام المواطن. صحيح. طيب. وكل واحد ليه دور ازاي أدعم منتج بلدي. متفق مع حضرتك تماما رغم توجه الدوله تمام. بتذليل كافه العقبات. هو حضرتك المصدر الاجنبي اللي صدر منتج لمصر قبل ما يبعت السلعه السوق المصري هو عمل ايه؟ درس الشخصيه المصريه ودرس الثقافه المصريه ودرس طبيعه الاوضاع الماديه، درس كل ما يتعلق بالسوق المصري بالكامل وفصل لك، عمل تيلور للمنتج اللي يتناسب معك. عفوا لمنتج دايركت الصيني الموجود في مصر غير الصيني الموجود في السعوديه، غير الصيني الموجود في اي دوله اوروبيه، غير الصيني الموجود في الولايات المتحده الامريكيه، غير الصيني في لاتين امريكا. هم الناس دي بتشتغل صح، احنا محتاجين نشتغل صح زيهم. اشتغلوا صح ازاي يا دكتور؟ يعني هل لديهم قطاع تدريبي يؤهلهم لدخول اسواق المنافسه بالشكل اللي حضرتك ذكرته، او تاسيس مدارس او جامعات خاصه بالصناعه يقوم المصنع صاحب المصنع او مالك المصنع او المنشاه بيتاسس صح؟ هل في السوق المصري في بعض المشاكل ادت لهذا المشهد الكبير في عدم منافسه المنتج الوطني المنتج الاجنبي؟ السوق المصري يفتقد كان العمل الجماعي. كل واحد شغال في مصنع في جزيره منعزله تماما عن باقي الاخرين. ما فيش تيم وورك ده حاجه. الحاجه الثانيه بينافسوا بعض، تلاقي واحد منتج مصري كويس جدا ينزله واحد منافس ليه جنبيه مباشره بسعر اقل. الموضوع مش كده خالص اصلا. هناك في تيم وورك، في منظمات المجتمع المدني اللي زي معاد اتحادات صناعات واتحاد غرف تجاريه والمسميات المماثله اللي موجوده عندنا شغاله بطريقه انشط من عندنا بكتير، وشغاله بطريقه عمليه جدا جدا. الحاجه الثانيه الناس كل هو عامله مثلا اتجاهه المنتج الفلاني قابل للتصدير، فبيدعمه بكل الطرق، بيدعمه اداريا، بيدعمه ماديا، بيدعمه في النقل لوجيستكس وكل حاجه. هو بالنسبه له المنتج اللي هيتصدر ده كنز في العمله الصعبه، كنز في فرص العمل، كنز في توفير حياه افضل للناس الموجودين، وبالتالي هو بيحافظ عليه. احنا في مصر ما وصلناش للمستوى ده. طب ماذا نحتاج بشكل سريع ومختصر لو حضرتك تقول ثلاث نقاط يعمل عليها المصنع المصري او المنشاه الصناعيه لدعم منتجه للمساهمه في منافسه هذا المنتج الكبير اللي هو بيغزو السوق المصري؟ المصنع لوحده مش كفايه. محتاج المصنع يشتغل بالتنسيق مع الدوله، بالتنسيق مع منظمات الاعمال اللي بترعى المجتمع. هي ثلاث محاور اشتغل مع بعض والثلاثه بالتنسيق مع بعض. لو المصنع بتاعه عمل احسن برودكت في مصر كلها وافضل سعر بدون دعم من منظمات الاعمال اللي هي بترعاه وبدون دعم من الدوله، ولا هيحصل اي حاجه، هيفضل زي ما هو. بدليل في منتجات ممتازه جدا ما بيبيعش حاجه في مصر، وهو كواليتي عاليه وكل حاجه، سعر كويس وكواليتي كويسه، ما بيبيعش. المنتج المستورد هو اللي بيغطي عليه. الدوله بتعمل مبادره، ضربت لك مثال لما الرئيس بيقول للناس خدوا قرض ب 5% متناقصه، ما كانش حد يحلم بيه، المصانع ما قدرتش تاخده. نتيجه ايه؟ نتيجه كان في مشكله في التراخيص الصناعيه في وزاره الصناعه، من الناس ما كانتش بتستفاد من المبادره، اتحلت بعد ما ضيعوا سنه كامله. منظمات مجتمع العمال ما اتكلمتش عن المشكله دي، ما حدش اتكلم عنها، ما حدش قال يا جماعه في مشكله في المكان الفلاني. فهم ثلاث اطراف لازم يشتغلوا مع بعض، ما فيش طرف لوحده هيقدر يحل مشكله المنتج المصري، ما فيش طرف لوحده هيقدر يواجه الاغراق، لان برضه الطرف الثاني قوي. قوي ليه؟ المصنع شغال مع منظمات المجتمع المدني، منظمات الاعمال الخاصه بيهم، شغال مع الدوله. فهم انت عندك طرف قوي في تماسكه في التيم وورك، وطرف تاني شغال بثروه فرديه، وبالتالي لازم الطرفين يعني التكافؤ. اعمل ثلاث اطراف بيكملوا بعض، ثلاث اطراف بره يقصاد ثلاث اطراف في الداخل، لكن اشتغل كطرف واحد فقط ما ينفعش. مش هينفع، ده بيكمل ده بالظبط. بس عفوا قبل سؤال زميلتي انجل، اين دور الاتحاد الصناعات؟ اين دور الجهات المعنيه من هذا الامر يا دكتور؟ لازم يكون قائد يقود هذه المنظومه ويوجه. هل في قائد في القطاع الصناعي؟ الاتحاد العام للغرف التجاريه واتحاد الصناعات المصريه محتاجين تفعيل بصوره اكبر بكتير جدا جدا من الوقت الحالي. انا قعدت فتره كبيره جدا عضو غرفه صناعات غذائيه في اتحاد الصناعات المصريه، واعلم كيف تدار الامور. الناس كويسين جدا، محترمين الشغل كويس، لكن الاتحاد الغرف التجاريه واتحاد الصناعات المصريه الاثنين مع بعض محتاجين يشتغلوا بفعاليه اكثر في الوقت الحالي. ليس هناك قصور من احد، ولكن يجب ان يكون في ضوابط يشتغل عليه. بص حضرتك، انا ما اقدرش نقول شغال، يعني مش حكايه قصور او عدم قصور. انا النهارده حضرتك كيان موجود بقاله 40 او 50 سنه والوضع ما بيتحسنش، يبقى في حاجه لا محتاج نغير الفكره. بيفقدهم مثلا روح العمل الجماعي، فده بيقلل
من جودة المنتج المصري؟ هو بص، اتحاد المصنعات المصريه بيمثل مين؟ بيمثل اصحاب المصانع اللي هم اعضاء في الغرف الصناعيه، كل غرفه صناعيه غذائيه كيماويه وتبر المسميات اللي موجوده في الصناعه المصريه، كلهم بكل مجموعه اصحاب مصانع اعضاء في غرفه معينه. نعم. زي اتحاد الغرف التجاريه، كل اصحاب نشاط اعضاء في شعبه معينه. لكن بصفه عامه يطغى عليهم الطبع التقليدي. انا عضو غرفه تجاريه بدفع الاشتراك بتاع السجل التجاري كل سنه، بيتجمع مني، لو في قرار الحكومه محتاجه راي الغرف التجاريه رئيس الغرف اتحاد الغرف بيقول رايه نيابه عن التجار. نعم. لو في قرار الحكومه محتاجه راي في اتحاد رجال الصناعه فرئيس اتحاد بيقول رايه نيابه عن الصناع. لكن مش هو ده الدور بصراحه فقط لا غير، محتاج تفعيل اكتر من كده بكتير جدا. اذا نامل منهم الكثير باذن الله في خلال المرحله المقبله، وبالذات ان كمان عندك رئيس اتحاد صناعات هو رجل صناعه اصلا وعنده مجموعه مصانع ورجل صناعه وعارف المشاكل اللي بتواجهها. نعم. لكن هو محتاج تفعيل اكتر لان المنافسه اصبحت شرسه وما ينفعش نستمر على ما مضى، لازم نتغير ولازم نواكب العصر ولازم نقدر ندعم الناس بطريقه فعلا يقدروا ينافسوا المنتج المستورد من بره. طب خلينا اسالك يا دكتور، هل الاسعار تتحكم في اختيارات المستهلك على حساب الجوده؟ لو اعتقد اكتر من 90% السعر بيفرق. ليه بقى؟ هو النهارده في بادجت، في ميزانيه، رب الاسره عامل ميزانيه لكل حاجه، بيحاول يظبط اموره حسب الميزانيه، ده مع غالبيه الناس حسب الميزانيه. هو عامل ميزانيه مثلا معايا 1000 جنيه معايا 10000 جنيه هنزل اشتري بيها حاجات معينه، فبيحاول يوفق، فبيدور احيانا يدور على الارخص. يعني الاسعار بتحكمني؟ اكيد بجانب كبير جدا جدا، السعر في الوقت الحالي بيحكم بجانب كبير. امتى ابص على مش هيحكم السعر؟ لو فرق السعر بسيط، انا لقيت منتج مصري مضمون شكل يعني وعارف ان الكواليتي بتاعته احسن، فرق السعر بسيط بينه وبين منتج الاجنبي هشتريه. يجب ان ادعم المنتج الوطني. لكلامك حاله فقط، العالم كله بيدعم منتجاته. مفيش دوله في حضرتك، في احنا بنتكلم على الاقتصاد الراسمالي اوروبا وامريكا، من اتحاد اوروبي والولايات المتحده الامريكيه من اكثر الداعمين للصناعات الوطنيه بتاعته. عارف قطاع الزراعه في اوروبا بياخد دعم غير عادي اساسا، كل شيء مدعوم عندهم، بيدعموا المنتج بتاعهم بطريقه قويه جدا جدا. نعم. الامريكان بيدعموا المنتج بتاعهم، مفيش دوله ما بتدعمش المنتج. الحرب التجاريه الاخيره بين امريكا وبين كندا وبين امريكا وبين تركيا وبين امريكا وبين الصين، ما كلها ايه؟ ما لدعم المنتج الوطني الامريكي. يعني كل القرارات الاخيره صدرت من امريكا ضد المكسيك، فرض رسوم الاغراق على واردات المكسيك، هدفها ايه؟ نعم. دعم المنتج الامريكي. رسوم الاغراق اللي فرضت على المنتجات الصينيه بمليارات الدولارات ليه؟ هدفها دعم المنتج الامريكي. الرسوم اللي فرضت على الواردات بتاعه الاتحاد الاوروبي والواردات اللي جايه من كندا هدفها ايه؟ دعم المنتج الامريكي. نعم. فالدول بتدعم منتجاتها. يعني اذا بتتكلم عن الاقتصاد الراسمالي الحر، بتكلم عن الحريه الاقتصاديه والسوق المفتوح والشعارات الكبيره، امريكا اكتر دوله حاليا دلوقتي بتدعم، اقتحمت اقتصاد مصر، سوق مصر، الاسواق المصريه يا فندم، وبتدعم منتجاتها. طب يعني هل اعلامهم الموجه له دور في ده، ترويج السلع جوه مصر؟ هو بص حضرتك، اقول لحضرتك الحاجه، هو زي ما بتحكي في البدايه، ما هو اي منتج بيدخل اي دوله بيتعمل له دراسه كامله للمجتمع بالكامل. نعم. احتياجاته ايه وعاوز قد ايه، بيبقى عارفين من كل سلعه محتاج منها كام واحده خلال السنه، تورد منها قد ايه. ومحتاج، انا بص حضرتك، انا فاكر بتكلم مع احد الشركات الامريكيه على منتج طبي، فلقيته عنده معلومات اكتر مني عن اللي متسجل في مصر واللي مسموح بيه واللي غير مسموح بيه، فبكلمه قال لي انا نزلت مصر وعارف ده متسجل وده مش متسجل وده موجود ده مش موجود، مع انه ما عندوش ولا منتج في مصر، ده لسه بيفكر يدخل منتجاته مصر ويقوم بدراسه ميدانيه. ولا حضرتك انا في المجال لقيته عنده معلومات اكتر مني على المجال ده، وعارف اللي موجود مش موجود ومسموح بيه ويتلغى امتى، كل الداتا. هذا الامر اللي انت اللي بتطالب بيه دكتور، ان لازم يكون في دراسه ميدانيه قبل الدخول في منافسه. نعم. حتى على صعيد داخل مصر وليس خارج مصر. حضرتك بالظبط، هو خارج مصر ده ناخدنا نقطه كبيره جدا جدا، الدوله عملت حاجه كويسه جدا الفتره الاخيره، انا عجباني جدا، عملت حاجه هيئه مسؤوله عن الصادرات المصريه كلها، قال الهيئه المكان ده هيئه تنميه صادرات، هنجمع فيه كل الناس اللي لها علاقه بالصادرات المصريه في مكان واحد، في كوميونيتي واحد، في مجتمع واحد، بحيث يبقى في تعاون بينهم وبعض. الفكره ممتازه، والرئيس لما طرحها انا عجبتني، قلت والله كويس حد فكر يعمل حاجه زي كده. التنفيذ كان بيروقراطي على الاخر، بقى تنفيذ روتيني. حلو ده. دي كانت مشكله كبيره، تنفيذ روتيني، تنفيذ روتيني لا صح، ما ينفعش انا النهارده عامل هيئه زي كده يبقى الهيئه دي ليها
تعمل تغيير كبير في الصادرات المصريه، تغير شكل الصادرات المصريه. يعني انت ضد التغيير للشكل الروتيني؟ انا مع التغيير بس مش بشكل ضد الروتيني خالص. الروتيني احنا جبنا مجموعه موظفين من قطاعات قعدوا مع بعض، طب هم موجودين من الاول واحنا ايه اللي عملناه؟ نعم. طب هم ايه اللي هيقدموه؟ هل الهيئه دي عندها خطه فعلا لتطوير الصادرات المصريه في اي سوق معين؟ لا. هل الناس اللي موجوده دي كان لها انجازات رهيبه في القطاعات بتاعتها وبالتالي هم جابوها عشان يكملوا الانجازات بتاعتهم؟ اعتقد لا. يعني بنقول التغيير والتجديد افضل. بالظبط يا فندم. طيب خلينا نشوف التقرير مع بعض، جبنا لك نبض الشارع. خلونا نتفرج مع بعض على التقرير ونرجع لكم تاني، ما تروحوش بعيد. برنامج 2020. والله حسب جودة المنتج وحسب السعر يعني، وحسب كل منتج يعني. ممكن اشتري منتج المصري في منتجات، وممكن مرضاش اشتري في منتجات تانية يعني، حسب نوع المنتج نفسه والسعر. اكيد طبعا شجع منتجات بلدي، بس المهم ان هي تكون يعني الصناعة كويسة، مش شرط انها تبقى احسن حاجة بس تبقى كويسة اشتريها. طبعا اشجع طبعا المنتجات المصرية، المصريين طبيعي بيحبوا يشتروها، على الأقل يشجعوا المنتج المصري، والمنتج المصري في طريقه للتحسن. هو غالبا المنتج المستورد بيبقى أفضل شوية كجودة، بيبقى أعلى شوية من المنتج المصري، وأحيانا كسعر يعني، مش في كل الأوقات يعني. طبعا أحب أشتري منتج بلدي، بس هو المنتج المصري أو المستورد هو اللي بيفرض نفسه. لو المنتج المصري جيد وحتى اعلى في السعر من المنتج الاجنبي هشتريه عشان اشجع منتج بلد، انما هو لو رخيص ومش جيد مش هشتريه. طبعا اكيد اللي ما يشجعش بضاعه وطنه ما يبقاش وطني. يعني في وفي، في حاجات المستورد عامه بيبقى دايما بيبقى الجوده بتاعته بتبقى افضل شويه، فبتلاقي اتجاهنا بيبقى المستورد شويه، بس في دلوقتي بداوا يحسنوا المنتج المصري عن الاول. في الغالب لا طبعا، يعني في الغالب المنتج الاجنبي بيبقى كواليتي اعلى، بيبقى كهيئه احسن، هيئه اجتماعيه. انا شاري منتج اجنبي، بتبقى في المجتمع المصري ان انا شاري المنتج الاجنبي بالنسبه لي فخر اكتر من المنتج المصري. احيانا حسب الجوده يعني بشوف، فلو المنتج المصري دوت كويس هبتدي اشتريه، لو في منتج احسن منه محلي فبشتريه. اه طبعا اكيد 100% دائما احنا نشتري المنتج المحلي حتى نشجع المصنعات المحليه للوطن والبلد. انت راضي عن المنتج المصري؟ في حاجات راضي عنها جدا، وفي حاجات طبعا ما تنفعش تنافس للمنتج المستورد ولا تنفع تطلع بره. احيانا بيبقى كويس اه، بس مش في كل المنتجات على فكره، في منتجات كويسه جدا يعني مثلا ممكن تلاقي الشكل من بره حلو، بس الماده الخام نفسها اللي بتستخدم في المنتج بعد فتره بتلاقيها كفائتها قلت، بتلاقيها تبوظ خالص، ما بتبقاش صالحه للاستخدام. النهارده ما فيش منتج محلي بينافس منتج عالمي. النهارده الناس بتقبل اللي عندها عوده الخواجه، بتقول لك المنتج العالمي منتج كويس ومصنف كويس ومصنف عالميا. والله هو المنتج المصري بس عايز يعني حته اعتناء من الدوله، بحيث ان وخاصه الاعلام له دور في ان يعمل علاقه وربط بين المنتج وجودته وبين جاذبيه المصري في الشراء. بعض الصناعات ما تكون بالجوده العاليه لانه تكون ارخص، فلهذا السبب تلاقي المواطنين يبعدوا عنها. ازاي تدعم المنتج الوطني؟ هل مقاطعه المنتجات الاجنبيه هي الحل؟ لا طبعا لا، المفروض يعني العالم كله يعتبر قرية صغيرة، لازم كل يعني يكون يعني لا مش مقاطعة ولا حاجة طبعا، يعني المنتج مدام كويس لو 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 من اي بلد الواحد يشتريه يعني. اعتقد ان يبقى في منافس بيع اكتر، وطول ما جودته عالية هو اصلا هيتلاقيه يعني بيبقى في دعم ليه من غير اي حاجه، يعني طول ما الحاجه جودتها كويسه اوريدي هتلاقي ان في دعم ليها. اولا احنا المفروض يعني نشجع كلياتنا كمواطنين سواء كان عرب او مصريين، نشجع الناس تقبل على شراء المنتجات المحليه حتى نشجع الاقتصاد الوطني للبلد. ان احنا نقف وراه ونشتريه، بس لازم يكون في منافسه بين المصانع، ويبقى في منافسه لصالح
لصالح المواطن اكتر يعني. طبعا يبقى في برامج حقيقيه تنزل تصور من واقع مثلا المصانع الشركات الكبيره. في طفره دلوقتي اقتصاديه بدات بالنسبه للمشاريع اللي حصلت جديده، في طفره برضو هتشجع على زي ما شفنا في التقرير مع بعض. البعض بيشجع المنتج المصري والبعض مش بيشجعه، بيقول ان المصري محتاج اتقان في صناعه منتجاته. البعض بيقول لا، الحاجات الاجنبيه او اللي بتيجي من بره مستورده وخامتها كويسه فانا بفضل ان انا اشتريها. المنتج المصري امتى يبقى حلو؟ لو فرض نفسه. ده راي الناس. وفي كمان عقده الخواجه يعني. جابتني كلمه عقده الخواجه. بالظبط كده، عقده الخواجه. راي حضرتك وتقييم حضرتك من خلال التقرير ونبض الشارع. هو نفس الكلام كنا بنتكلم فيه قبل ما نشوف التقرير. هو الناس فكره سعر، فكره جوده، فكره عقده الخواجه اللي واحد قالها. بس هي كل دوله ليها ميزات تنافسيه بعض المنتجات. هو كلام كان التقرير كان عام عن المنتج المصري. كلمه المنتج المصري دي حاجات كتيره جدا يعني، في عشرات الالاف من المنتجات. انا محتاجين نبقى سبيسيفيك محددين شويه. هعمل اتكلم عن ملابس، هتكلم عن صناعات طبيه، اتكلم عن صناعه هندسيه، عن الكترونز، واتفر يعني. اختار قطاع معين احنا نمتلك فيه ميزه تنافسيه ونبدا كدوله نركز عليه. يعني اعرف قدراتي الحلوه واستثمرها. بالظبط. وابني عليها بعد كده سمعه. يعني هو يعني انا عملت كمثال، احنا القطن المصري في بره مصر كنا منتج قطن مصري علامه تجاريه، مع ان ده قطن مصري في حد ذاته ميزه تنافسيه. في صوره ذهنيه جيده للقطن المصري. وبالتالي يبقى عندي كده القطن المصري، كلمه قطن مصري يقدر ياخد قطاع الملابس الجاهزه كلها بالكامل معاه، مش لازم ببقى قطن بس طالما منتج مصري. خلاص انا بعت للاجنبي، بعت لاي حد في اي دوله اوروبيه او امريكا واتيفر اي مكان تاني. نعم. ان المنتج المصري ده قطن، ده كواليتي عاليه، ده ممتاز. اصبح قطاع الملابس بالكامل يقدر يمشي ورا القطن المصري، مش حتى لو مش قطن، حتى لو بليستر او واتيفر او كينج، بس خلاص انا زرعت كونسبت في دماغ الناس ان الملابس المصريه دي ممتازه، دي قويه جدا. صح. زي ما زرعت كونسبت في دماغ الناس ان المنتج الصيني ده رخيص وكويس، فخلاص كل مش الصيني خلاص ماشي يعني. هي نفس الفكره، اشوف الميزات التنافسيه اللي عندي واشتغل عليها في كل القطاعات، قطاع صناعي، قطاع زراعي، قطاع الخدمات اللي احنا مهملينه تماما للاسف مع ان احنا عندنا ثروه بشريه. لكن بتلعب هنا على الصورة الذهنية الأولى. بالضبط. لينا صح. كده بس خلينا نمشي على إطار محدد دكتور. من المسؤول عن هذا القطار؟ احنا عايزين نطلع بالصناعة الوطنية بشكل محدد بشكل سليم. هل في جهة محددة يجب أن تكون هي الراعية للصناعة الوطنية كي نتقدم وننافس الحكومة عالمياً؟ الحكومة رقم واحد. ما الدور؟ الحكومة رقم واحد. الحكومة اللي فيه بعض، أنا كنت لما نزل قانون الاستثمار الجديد كمثال أنا ما كنتش مبسوط بيه. إحنا مش عايزين قوانين جديدة، إحنا عاوزين نلغي قوانين كتيرة موجودة. فالحكومة محتاجة تراجع القوانين اللي موجودة اللي بتعطل النشاط الصناعي. عندنا قوانين من الأربعينات والخمسينات ما زالت سريعة حتى يومنا هذا. محتاجين نراجع كل العقبات الحقيقيه اللي موجوده في القرارات الوزاريه، اللي الاف القرارات الوزاريه موجوده في تخص القطاع الصناعي. اعمل تنقيه كامله للقوانين والقرارات دي، اسهل الجانب الاداري على اصحاب المصانع. ده جزء. الجزء الثاني الحكومه عملته مع الموضوع المبادره 5% للمصانع، ما حدش يحلم بحاجه كويسه جدا. تعتبر دعم. ده دعم مباشر كمان. انا بعتبرها دعم مباشر. النقطه الثالثه، انا كحكومه برضو انا لو الاقي سلعه مصريه كويسه بسعر كويس وفيهم في منتج بيحاول يعمل لي اغراق من الخارج، ما اقفش مكتوب في الايد اتفرج، لا السوق حر، مفيش حاجه اسمها سوق حر. لو منتج بيتصنع في بلده ويتباع في مصر ارخص من سعره في بلده، انا افرض عليه رسوم اغراق دايركت، ما استناش اقعد شهرين ثلاثه احقق وقرارات. امريكا طلعت قرارات الاغراق على السلع 5-6 دول كبرى في يوم. قرار الصبح تركيا، بكره مش عارف ايه، بعد كده روسيا، قبلها مش عارف كندا، قبلها يومين ثلاثه المكسيك. احنا بنضيع وقت كبير جدا جدا عشان نطلع قرار حيوي. يكون السوق اتملأ بقى منتجات عمل اغراق، على ما تبدا تستوعبها يكون حد رفع قضيه ثانيه ولغى القرار. قصص احنا محتاجين. نعم. محتاجين نبقى دايناميك شويه، اسرع من كده. ادرس السلع الموجوده عندي، طالما السلع المصريه موجوده وسعرها فعلا مناسب وسعرها فعلا يتماشى مع السعر الاجنبي لو ادعى بسعر حقيقي، يبقى انا كدوله لازم اتدخل. الحاجه الثانيه، القطاع الصناعي انا برضو كحكومه مطالبه ان تفعل، مش هقول لك عشان ملهاش سلطات كبيره على اتحاد الصناعات، تتعاون مع اتحاد الصناعات المصريه. تتعاون مع اتحاد الصناعات المصريه. التعاون. التعاون بس التعاون ده بهدف التفعيل اكتر.
انا مش هتعاون مجرد يعني اتحاد صناعات كيان مستقل تماما بيمثل صناع مصر، الاتحاد ده كيان قوي جدا والحكومه كيان قوي جدا بتدير البلد كلها، التعاون بينهم بطريقه افضل هيكون في صالح الناس كلها. طيب ما هو الدور الذي يلعبه جهاز حمايه المستهلك في هذه المساله؟ هو جهاز حمايه المستهلك يمكن في موضوع الاغراق هو دوره اكتر في حمايه المستهلك من اي سلعه غير مطابقه للمواصفات او سلع رديئه او سلع اسعارها مبالغ فيها او سلع او احتكارات الاخر العقبات اللي بتهم المنتج المصري بصوره اكبر يعني. لكن هو الجهاز حامي المنتج، حامي الى حد كبير جدا جدا المستهلك المصري من اي تجاوز مصري، لكن دوره بيبقى مش بنفس الفعاليه مع المنتج اللي جاي من بره. الموضوع محتاج شغل كتير يعني، جهاز مش هيقدر يحقق ورا كل منتج هو فعلا موجود في الدوله بتاعته بسعر اقل ولا اعلى. محتاجين المواطنين يبقوا فاعلين. عارف مين اكتر واحد يبقى فاعل؟ المنتج المصري عنده منتج منافس، هو المفروض يبذل مجهود اكتر. انا بنتج النهارده الورقه اللي قدامي دي، الورقه اللي قدامي لو انا بنتجه بتكلفه معينه وتكلفه ريزنبل معقول وبيعه بسعر ماشي مع سعر العالمي او اقل من سعر العالمي، لما الاقي منتج تاني انا عارف انا ادرى بقى المنافسين بتوعي، لما الاقي منتج تاني في دوله اجنبيه بيتباع في مصر ارخص من سعره في بلد المنشا اتحرك بسرعه واجيب داتا واطبع برينت اقول له جهاز حمايه المستهلك اتفضل بعد اذنك اعمل لي مشكله مع بتوع الاغراق، اعمل لي كلمني الوزير، كلمني رئيس الوزراء، كلمني رئيس الجمهوريه، المنتج ده بيعمل لي انا مشكله. هو مين يعرف المعلومه دي؟ المنتج نفسه عشان بيتابع اللي حواليه، عشان بيتابع التنافس وكل المنتجات المتنافسه ليا، وبشوف الفرق واحاول ان انا اميز نفسي عشان اجذب السوق ليا. ده شغله الاساسي مع حضرتك، وده اكتر واحد يقدر يحمي الصناعه المصريه هو المنتج المصري. نعم، اذا الحكومه عليها دور كبير وحضرتك الدور اساسي ورئيسي. ذكرت اكثر من ذلك، ولكن المواطن لديه الكثير كي يدعم المنتج الوطني. مع حضرتك هل هناك بعض النقاط نقدر نحددها للمواطن يدعم المنتج الوطني؟ هي المنتج الوطني المواطن لازم يعرف حاجه معينه، ان كلما اشترى منتج مستورد رخيص كلما زادت الاسعار في مصر في كل السلع المصريه وغير المصريه. ليه بقى؟ هي الدايره. هو المنتج المستورد ده بيتم شرائه ايه؟ بالدولار. كلما اشترى منتجات مستورده كلما زاد الضغط على الدولار كلما زادت الاسعار. احنا دوله بتستورد ما يعادل 70% من غذائها، كلما اشتريت منتجات غير غذائيه مستورده كلما زادت اسعار الغذاء من الناحيه الثانيه. نعم، هي حلقه ملاش حلقه حلقات متداخله. طالما بستورد بالدولار، طالما وارداتي، طالما الميزان التجاري في مصر بالسالب، طالما احنا وارداتنا اكتر من صادراتنا، فكلما المواطن اشترى منتج مستورد كلما زادت اسعار السلع على نفس المواطن. فعفوا المواطن ما يفرحش ان راح جاب سلعه مستورده، جاب قميص او تيشيرت او جاب عربيه او اي سلعه أي منتج اشتراه مستورد برخيص. طب ما شكرا، مع الوقت تايم باي تايم هتلاقي نفسك كل السلع الثانيه بتزيد عليك، حتى السلع المصريه، حتى المستورد نفسه هيزيد عليه مره ثانيه. ما هو كل ما بيزيد الدولار المستورد برضه سعره ثاني بيزيد. فلازم الناس تبقى فاهمه ان شراء المنتج المصري بدل المنتج الاجنبي يصب في مصلحته هو كمواطن وفي مصلحه الاقتصاد بشكل عام. انا هي صالح العام. انا معاكي، انا عايز اقول له صالحك انت شخصيا، ما هي صالح العام ده لا خلاف عليه، لكن عايز اقول له المواطن العادي البسيط ده بعد اذن حضرتك كل ما تشتري منتجات مستورده كل ما الاسعار هتزيد. طيب احنا طبعا عايزين ناخد منك اسئله كتير واجوبه كتير وفي عجاله لان الحلقه خلاص قربت تنتهي. في سؤال مهم جدا بيقول يعني ايه النصائح اللي تقدر تديها لنا القائمه دلوقتي عشان نتخلص من الاغراق لبعض المصانع، تنصحهم بايه عشان يتخلصوا من الاغراق المنتشر؟ ما هو الاغراق ده هيستمر طالما المنتج المصري ما بيدافعش عن حقه. المنتج المصري صاحب المصنع هو اول واحد يدافع عن حقه في ان يحمي منتجه ويحمي الصناعه المصريه اللي هو بيشارك فيها. نعم. من الاغراق اللي جاي من الخارج. لما يلاقي المنتج الموجود عنده اللي بيتزامن مع حضرتك من شويه بيتباع في سعر مصر ارخص من البلد المنشا، اوتوماتيك بسرعه يكلم اي حد، وزير ورئيس وزراء رئيس الجمهورية، يتابع ده هو اللي ادرى. انا كمواطن عادي مش هعرف ايه اللي موجود في عشرات الالاف من السلع الموجوده. الحاجه الثانيه، الحكومه برضو محتاجه تراجع كل السلع المستورده كدور تاني موازي من الناحيه الثانيه. لا يعني السلع اللي موجوده اللي شايفه السلع المصريه اللي موجوده بتؤدي الغرض وسعرها في متناول الناس وسعرها مناسب وشايفه منتجات ضاره بتيجي تعمل لها اغراق، هي تتحرك من نفسها.
يعني مش الحكومه برضه لا تنتظر المواطن، لا تنتظر صاحب المصنع ان هو يبلغها ان في اغراق في السلع الفلانيه، اللي هي دورها برضه تتحرك. هل الاعلام المصري ليه دور في حل هذه القضيه دكتور؟ الاعلام المصري مقصر كتير قوي في هذه القضيه بصراحه، يعني في تقصير كبير قوي. انا مش شايف اعلام متخصص بيغطي هذا الموضوع، يعني كل يعني كل خمس ست شهور حد يتكلم عن الموضوع ده. الموضوع اكبر من كل خمس ست شهور اتكلم عن الاغراق، اكبر من كل خمس ست شهور اتكلم عن الصناعه الوطنيه، الموضوع اكبر من كده بكتير. هل يحتاج حمله، هل يحتاج حمله تقودها جهه محدده، جهه معينه خاصه بالصناعه؟ والاعلام مش هيأثر، بس التقصير ممكن يكون اكتر من الاعلام. يعني الاعلام بيعمل دوره، بدليل ان احنا عاملين حلقه النهارده بنتكلم عن الاغراق ودعم المنتج الوطني. ده حاجه كويسه جدا. يعني حضرتك تمام، وليس هناك تقصير، ولكن انا لما بلاقي عندي حمله تدعم المنتج الوطني انا لازم اشتغل عليها كاعلامي، لازم ادعم المنتج الوطني، ولكن التقصير عند الجهات المعنيه. حضرتك اتحاد الغرف التجاريه، اتحاد الصناعات المصريه يمتلكوا من الاموال ما يكفي لعمل حملات كبيرة جدا جدا توعية للناس. هو ده دور أساسي. هو الإعلام، إعلام لو في حد بيتحرك مع الإعلام هتحرك. أنا محتاج نفس الإعلام يركز أكتر من كده على المنتج المصري، على الصناعة الوطنية، بس ما مش عايز أركز عليها يومين ثلاثة وخلاص ونفتكر بعد شوية. وعي مستمر. وعي مستمر. أنا عايز ووعي، مش لازم نغير، إحنا مش هنغير كل حاجة في يوم وليلة. نبدأ خطوة خطوة، خطوة واحدة واحدة. نبدا المنتجات بتاعتنا اللي احنا مميزين بيها، اللي موجوده بره مصر، اللي المنتج المواطن المصري لما بيسافر دوله عربيه ليها موجوده، لما يسافر اوروبا ليها موجوده، اللي بتدي له ثقه ان المنتج بتاعك ده بيتباع في البلد انت مسافر فيها. بعد كده نبدا المنتجات الاقل منها، وهكذا خطوه خطوه، مرحله مرحله نبدا. الحاجه الثانيه، انا عاوز توسيع قاعده صناعه مصر. صناعه مصر مضغوطه شويه. خلي المواطن المصري يبقى شريك في الصناعه، افتح له السوق، افتح قطاع الصناعه للناس كلها. عفوا، ان كل اسال اي حد بيسافر الصين، بيسافر اليابان، يقول لك المصانع موجوده في كل مكان. احنا خنقنا نفسنا في ال 114 مدينه صناعيه وستوب على كده، هم دول الصناعه المصريه يا جماعه. مش كده، موضوع مختلف تماما. عندنا صناعات معرضه للاغراقات مثل الحديد والاسمنت والاخشاب، على الرغم من ان هذه المواد موجوده في مصر ولكن تواجه عقبات. ايه هي العقبات؟ هو الحديد بالتحديد، عشان احنا بنستورد خام اسبليت اللي هو مكون اساسي في صناعه الحديد، مستورد من بره. يعني الانتاج المصري مش بيكفي، يعني الماده الخام اللي بتدخل في صناعه الحديد تسليح بكل انواعه مصر لا تكفي السوق المصري، في جاب كبير، في مساحه، في فوجه كبيره. فموضوع الحديد ده هو مرتبط بالاسعار العالميه يعني، لكن لما بيحصل اغراق سهل بيتعرض بسهوله شديده، لان الحديد الناس كلها بتتابعه، والمنافسين منافسه شرسه بين مصر وبين تركيا وبين مصر وبين احدى دول الاتحاد الاوروبي، مش فاكر اسمها بالتحديد يعني، اعتقد رومانيا تقريبا او اوكرانيا حاجه زي كده مش فاكر. فالعالم صناعه كبيره والمنافسه فيها شرسه، فالمنتجين الطبيعي بيتابعوا، فلما بيحصل اغراق الناس كلها بتعرف، ما حدش بينتظر يعني. لكن الاسمنت احنا المفروض يعني احنا بنصدر اسمنت، لما الاقي الاسمنت جايه يعني ما كارثه، في حاجه محتاجه تتصلح في الوسط. الفكره انا برضو يعني انا اللي بصدر بجيب عمله صعبه، يبقى انا عندي فائض انتاج بصدر واستورد من بره، واعمل ضغط على الدولار عشان ازود اسعار الحاجات الثانيه. في سلع انا بعتبر استيرادها في حد ذاته ملوش اي معنى، بستوردها ليه؟ ما انت عندك منتج مصري موجود. دي حقيقه. يعني الحاجه الثانيه برضو زي ما قلت في بدايه الكلام، احنا عاوزين نوسع القاعده شويه. يعني هرجع تاني، يعني انا عاوز المواطن، يعني عاوز مصر، نفسي كده مصر تبقى دوله كلها دوله صناعيه نمتلك. والله احنا 60% من الشعب المصري اقل من 29 سنه، دي حاجه ثروه كبيره. ان احنا عندنا اكتر من 21 مليون مواطن مصري في عمر الشباب من 18 ل 29 سنه، ده في مجموعه يعني 21 مليون دول في عمر الشباب يساوي 3 4 دول اوروبيه جنب بعض، بشبابهم باطفالهم بشيوخهم بكلهم. دي ثروه كبيره جدا جدا. الناس دي تقدر تبقى جزء من منظومه الصناعه في العالم. نبقى كنا زمان احنا من ايام الفراعنه كانت الصناعات الحرفيه المصريه اللي كانش حد بيعرف يصنع غيرنا، كانت حاجات حرفيه بسيطه بس كنا احنا الوحيدين اللي بنصنعها، كان العالم حوالينا ما يعرفش حاجه. دي حقيقه. نفسي نرجع السوق المصري يفتحه تاني. يعني قصه ان انا احظر اقامه اي نشاط صناعي خارج المدن الصناعيه، ده قرار عفى عليه الزمن، صدر زمان ايام ما كان عاوزين نعمر المدن الصناعيه. كانت المدن الصناعيه بتعمل في المناطق الجبليه، عايزين نعمرها، نضغط على الناس ازاي؟ قال لك لا ممنوع، ما تعملش نشاط صناعي الا في مدن صناعيه. طب دلوقتي الوضع اتغير، انا عندي ندره في الاراضي الصناعيه بدليل اني بعمل قرعه عليها. نعم. طالما بعمل قرعه عليها يبقى اكيد فيها ندره، ما حدش يقول لي غير اي تعبير تاني غير كده.
وبالتالي انا عندي البديل ايه؟ ما فيش دوله في العالم بتمنع ان الصناعات الغير ملوثه للبيئه تبقى موجوده في المدن. ايه المشكله لما يعني عفوا النهارده لو اي حد هيعمل صناعه حرفيه لازم ياخد موافقه من المحافظه المختصه او السكرت العام المختص عشان يعمل صناعه حرفيه غير ملوثه للبيئه وتبقى مصدر دخل بالنسبه له. ده صناعات في صناعات مصر تقدر تبقى ليدرز فيها، ليدر فيها في العالم، اللي تكلفتها قليله. صناعه الغاز المناسيج كلها تبقى ملابس الجاهزه كلها مصر تبقى ممكن يعني تبقى رقم واحد في المنطقه بعد الصين، عشان ما ينفعش نفس قارن مليار ب 100 مليون في حاجه في عدد سكان. نعم. لكن نمتلك قدره رهيبه جدا في صناعات المستلزمات الطبيه اللي بتعتمد على العماله، اللي معظمها عماله ماني والعماد مش اوتوماتيك بصف في العالم كله بصفه عامه. صناعات التجميع الالكترونيات اللي بتعتمد على عماله يدوي، كلها دي صناعات مصريه. الصناعات دي كلها انا ليه اعملها داخل مدن صناعيه؟ بسيب اللي عايز يعمل صناعه الكترونيه او صناعه ملابس او اي صناعه مستلزمات طبيه داخل المدن العاديه، هيفتح فرص عمل. الفكره فتح السوق المصري لعامه الناس هيرفع ثقافه المجتمع، هتفهم الناس يعني ايه صناعه وطنيه، يعني ايه صناعه. الحاجه الثانيه برضو محتاج الحكومه اثقف ناس، اخلي الصناعات متكامله. واحد النهارده بيعمل قطعه مستلزمات طبيه مكونه من 5 اجزاء، خلي بيتي يعمل جزء والبيت الثاني يعمل الجزء الثالث، البيت الرابع يعمل الجزء الثالث، يبقى في تكامل، مش يبقى مش في تنافس بين المنتجين الصغيرين. ده عفوا ده دور حكومه، دور الاعلام، نفهم الناس نوعيهم ازاي يتعاملوا، ازاي يبداوا مشروع متكامل مع بعض، ازاي يشتغلوا مع بعض. انا ما يعني مصر من الدول القليله في العالم يقول لك المصنع بيعمل كل حاجه، بينتج سلعه من كل مكوناتها. نعم. عفوا الايرباص بتنتج في كام دوله اوروبيه؟ كل دوله بتعمل جزء منها. نعم. لا حلو كلامك ده، سلطت الضوء على حاجات مهمه كتير في الحلقه. زميلي عنده سؤال. اذن الوقت بيدهمنا دكتور، واحنا الحوار شيق مع حضرتك، بس خلينا في اخر اللقاء روشته سريعه او نصيحه سريعه. انا مركز على المواطن، المواطن بشكل كبير جدا 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 هيكون عامل رئيسي في نجاح المنتج الوطني. روشته سريعه للمواطن المصري. انا كمواطن مصري مصلحتي مصلحه بلدي في شراء منتج مصري. انا مستفيد رقم واحد من حفاظ على المنتج الوطني. المنتج المصري لما اشتريه هوفر فرص عمل لاولادي، هوفر فرص عمل لاحفادي في المستقبل. هو لازم يتفهم ذلك جيدا ان انا مستقبلي، مستقبل اولادي، مستقبل احفادي في شراء المنتج المصري، مستقبل بلدي، قوه بلدي الاقتصاديه في شراء المنتج المصري. على المدى القريب كلما اشتريت منتج مصري كلما خفض باقي الاسعار، لان الضغط على الدولار هيزل هيقل، وبالتالي هيبقى انا من مصلحتي اشتري منتج مصري بصفه شخصيه وبصفه وطنيه، والمصلحه العامه تقول ان انا اخد منتج مصري. نعم. إذن شكرا. بأي مقياس هتلاقيها كده. إذن شكرا لحضرتك يا دكتور، وفعلا قدمت لنا روشتة جميلة لدور الحكومة ودور المواطن، وسعدنا بلقاء حضرتك اليوم معنا في الحلقة. أنا اللي سعيد مقابلة حضراتكم، وسعيد إن تحتوي لي فرصة أتكلم على موضوع حيوي كان محتاج فعلا أتعرض له فترة كبيرة. نورتنا يا فندم. شكرا. شكرا يا فندم. أعزائي المشاهدين، تناقشنا اليوم في ظاهرة حول ظاهرة الإغراق، قدمنا بعض الحلول للمواطن المصري، وبينا ما هو الدور المطلوب من جانب الدولة رغم الدور الكبير الذي يقوم به الجهات المعنية والدولة بشكل عام. بشكر حضراتكم لمتابعتكم البرنامج اليوم، وبشكر زميلتي أنجل. بشكرك حسين. أعتقد إحنا قدمنا النهاردة عمود أساسي وموضوع قوي جدا، هو الإغراق التجاري وقد إيه بيؤدي على تدهور الصناعة وتدهور الاقتصاد في مصر. بنوعدكم بموضوع جديد يخص الاقتصاد وضيف جديد في برنامج 2020.